المسطره قبل ما يتاخد باربع ايام. طبعا لما فك القسطره ونزل يوم الحادثه اللي هو يوم الجمعه ديت، ان هو يكمل بيت علاجه او يشوف القسطره اخبارها ايه او بتاع، وخد بنته معاه اللي هي اللي اسمها نسرين كانت مسؤوله. طبعا لما اتاخدوا خلص وهم مروحين، يعني هم خلصوا الكشف وهم مروحين، والناس برضه الشيوخ وكده قالوا له تعالى اعمل حاجه، قال تعالى كوبري غمره، هو ما لحقش يوصل على كوبري غمره ان في بلطجيه بتضرب الشيوخ وبتبهدل المنقبين، عشان خاف على بنته وخاف على نفسه من البهدله، قالوا تعالى احنا هندخلك مسجد لحد ما العمليه تهدى. طبعا لما سمع، طبعا لما لقى ناس ملتزمه وكده ما خونش، دخل جامع باب الشعريه اسمه ابو بكر، دخل الجامع وقعدوا وجابوا لهم اكل واستضافوهم استضافه شويه، ما فيش قفل. جت ناس تاني البلطجيه قامت جايه قامت داخله مكسره الحياه الباب عليهم، ودخلوا وخدوا اللي معاهم كله. بعد كده الحكومه جت وهو اسمه باب الشعريه، ليه خدوا؟ احنا لحد دلوقتي اتاخدوا هم وبنته، طبعا غير البهدله مش هنقدر نتكلم فيها يعني. لما اتاخدوا احنا ما عرفناش عدد اتصل التليفونات عليهم، الموبايلات كلها مقفوله. طبعا احنا وقعدنا نلف طول الليل ما قدرناش ننزل المربع بتاع رمسيس ده خالص، لان سمعنا ان في جثث. استنينا للصبح ما فيش اي خبر ولا اي حاجه، اضطرينا ان احنا ندور في المستشفيات، مستشفى الجامع الفتح ومسجد اللي هو التقويم، دورنا على الجثث ودخلنا شفنا في الجثث ما لقيناهمش، ما فيش حاجه عرفنا اي حاجه. لكن جت ناس قالت لنا ان في ناس تاخدوا من جامع ابو بكر، رحنا جامع ابو بكر سالنا قال لك في ناس بس احنا ما نعرفش، روح اسم باب الشعريه هتلاقوا كشف واحتمال يبقوا منهم. لما رحنا اسم باب الشعريه نقر قال له ما فيش اي حاجه. قعدنا طبعا دخنا ولفينا ورجعنا تاني طبعا في حاله انهيار، ولا عارفين ان هم ميتين ولا مسلمين ولا اي حاجه. لما جت ناس قالت في ناس اتنسفوا وراحوا المعسكر بتاع السلام، رحنا المعسكر نفس الحكايه قال لك احنا ما نعرفش. رحنا تاني لحد ما استدلنا اللي هم جوه، ما عرفناش اي حاجه ولا نوصل لهم ولا اي حاجه ولا نعرف عنهم اي حاجه، لدرجه ان احنا جينا في يوم قال لك ده تحولوا الحريم، تحولوا لسجن القناطر والرجاله تحولوا لسجن ابو سعد. رحنا سجن القناطر فعلا لقينا البنت هناك، رحنا سجن ابو زعمه ده اللي رحنا، رحنا ابو زعمه للعادي اللي هو الجنائي، قعدوا يقولوا لنا اه ده موجود ده المستشفى ده مش عارف ايه، ورحنا له زياره ممنوع حد يخش، خدوا الزياره مننا، جينا تاني مره نروح قال لك لا مش موجود هنا، طب ازاي احنا كذا كذا، قال لك لا شوفوا في سجن ابو زعبل العسكري. طبعا لما رحنا اول مره قال لك احنا ما نعرفش، اللي دخل له زياره قبل كده يبقى هو، لحد ما كان في محامين الصراحه بالصدفه كان معاهم كشوفات وده ممسوك فين وده ممسوك فين، سالنا المحامي دورنا في الكشف لقيناه فعلا في سجن ابو زعبل. فين نروح له زياره؟ قال لك ممنوع الزيارات او اي حاجه الا بعد 12 يوم الا لما النيابه تيجي تاخد اقوالها. استنينا 12 يوم بالاصح، رحنا الزياره دخلنا وشفناه، بس طبعا في حاله نفسيه، ده سنه 35 سنه، النضاره اللي هو بيشوف بيها دي مش عارف يمشي. وسالنا طب ايه القضيه؟ محدش ادانا قعدنا في عناق ولا اي حاجه، لدرجه ان احنا لما قابلنا المحامي قلنا له رافع عليه، المحامي بتاعه اتكلم وجاب صوره المحضر. طبعا قضيه يعني واحد عنده 65 سنه استحاله ان هو يعملها، ان هو بيقول لك ده انا رد رصاص على الحكومه والحكومه دخلت ضربت على الرصاص وهم ردوا الرصاص ومش عارف ايه. طبعا يعني ايه مش واحد عنده 65 سنه وبنته يعني ده هيعمل ايه؟ لحد دلوقتي بنته طلعت خرجت من الاسبوع اللي فات، وهو لحد دلوقتي بيعمل بدل الزياره اثنين. طبعا الراجل في حاله نفسيه يعني غير صحيه خالص، تعبان ونظره وكل حاجه. احنا مش قادرين لحد دلوقتي مش فاهمين، هو المفروض في محكمه يوم الاربعاء اللي هو بكره، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. ده لو خد 15 يوم تاني ولا خد اي حاجه تاني، هو نفسيته وحشه، نفسيته تعبانه، وغير كده مفيش حد ان هو يبتدي يضرب عياله كلها بنات، ده عنده 65 سنه، مين اللي بيصرف عليهم؟ طب هيجيبوا منين؟ ده راجل على الرزق شغال ورشه تجاره يا دوبك بيجيب على قد رزقه على قد اكله على قد حاجه.